هذا من وين طلع لكم دام بهالشغلة يعني؟ شو بدي اترك شغلة والحرام لله؟ لكن مو ضابطة والله العظيم، مو ضابطة يعني، بعدين بخاف يشوفني ويشك فيني يعني. لا أحسن شيء إني ما أعرضه، ما أعرضه. وإذا سألني له قال له شفت شيء، ما شفت منه شيء، لا ما شفت شيء، لا. ابن الكاشي، أنا اسمع ابن الكاشي، فتح أذانك واسمع شو بدي أقول لك. بدي إياك تفتح عيونك مزبوط وتراقب لي الحارة. بدي أعرف مين فايت مين طالع. بدي أنكشو هذا اللي اسمه فادي بطيخ. بدي أعرف وين متخبي. مفهوم؟ مفهوم. ايوه. الحمد لله. ايه يا ابي تاكل فشي؟ ايه فشي وقرقوطه. قرقوطه. طالبة فيك شغلتك. ايه على كل تعال هاتي مشي هون هات مشي. كيفك ابو هادي؟ اهلين ابو نحله. والله هيك في شغله بدي لك اياها، ما عارف هون كيف بدي. خير شو في؟ احكي خلصني. بس انا ما بحب الفاينه يعني، بس هذا ابو معروف حكى على بنت اختك انه هو ريحته. لك الله يلعن الساعه اللي سهرنا فيها. انت سمعته بإذنك عم يحكي هيك لك ابو نحله؟ لا مو بس هيك ابو عادل، مو بس هيك، حكى على اختك وبنتها وانهم بدهم تربقي. اسمع ولا ابو نحله، انا ما بسمح له لابو معروف يجيب معدل اختي وتربايتها وتربايت بنتها ابنه، وانا بخليه يطلقها ورجله فوق رقبته. طلقها لانه هو لعن الساعه اللي سهركم فيها وحكى عليكم شروي غاوي. سيدي خليه يلاقي نسب يتحمله مثل ما تحملته اختي وبنتها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على هي العالم، كيف تعمل فتن بترمي بلا غير الناس. الله يستفيد فيك، الله يستفيد. روح عنا ابو نحله، روح عنا. الله يستفيد فيك كمان. لك يخرب بيتك وبيت بيتك يا ابو معروف. شو واطي واطي ابن يا ولد، ابن الصفرنج يا ولد، دبوسك يا ولد، دبوسك يا ولد، يا مدلل يا ولد، ايه تكرم وانتو ما بدكم تشتروا؟ بلا ما معكم مصاري؟ لا راح اعطيكم ببلاش. تعال يلا حبيبتي يلا تعال. ايه الله يبعث لكم ايام حلوه مثلكم يا حلوين. دبوسك يا ولد يا رب، دبوسك يا ولد، يا مدلل يا ولد، ابن الصفرين يا ولد، دبوسك يا ولد. والله تشرفت بزيارتك يا ام زكي. خير ليش ما اجت معك ام سليم؟ ما بتقدر تترك ابو سليم لحاله، حرام. انا قلت لحالي بجي لعندك بطمن عليكي. اختي خليه ياخذ راحته ابو سليم، عم ينأسر بوجودي يا حرام. ايه خير ان شاء الله. انا حكيت مع ابو عزام كرمالي لاقي لهم بيت، بس بتعرفي انت عم يدور يعني ما تم في بيوت فاضيه. الله يخلي لنا اياكم، والله انتم ما عم تقصروا معنا، ونحن كثير خجلانين منكم. يلي عم تعملوه معنا انت واخي ابو عزام كبير كثير عم تفضلوا علينا والله. ما تحكي هيك، الناس لبعضها
واللي صابكن يعني مو بعيد يصيبنا، بس الحمد لله رب العالمين قدر ولطف. الله لا يقدر يصير عليكم شيء، إلهي يخلي لك أولادي، إلهي تفرحي فيهم يا حق. تسلمي لي يا أمسكي. شو رأيك عرفك على نسوان الحارة؟ تنبسطي فيهم خيرات الله. يا ريت تقبريني، والله من كل قلبي بقول لك يا ريت، كلكم فيكم البركة ما شاء الله. صار معك يا بوران؟ يلا تقبرني، يلا اجيت. بدك لك كاسة مي. عم برد لك اياها. تفضل. ان شاء الله هنا. الحمد لله، سلم ايديكي. الله يسلمك. ايمتى بدنا نخلص من قصة هالدواء؟ مليت والله مليت. يلا هانت. بدك تصبر كمان مشانك، مو حابب تطيب بسرعة وصير تمجي على رجليك. لك بس طولت الحكاية، طولت لك بوران. بدك تصبر، شو بدنا نعمل؟ بتريد شي تاني؟ حابب اشرب كاسة شاي. اصلا ما عاد ساوينا شي الا انه نشرب شاي. ايه مو على عيني؟ بوران، عن جد الله يخلي لي اياكي. الله اعلم لو ما كنتي معي شو كان صار فيني. لا تحكي هيك. احمد ربك انه ضلينا عايشين. اي والله. كل ما بتذكر شو صار معنا بحمد ربي وبشكره. ألف الحمد لله. يلا أيمي أعمل لك شاي. يا فوزة يا ولد، يا مدلل يا ولد، ابن الصفرنج يا ولد. مرحبا بسطيف. يا ميت اهلين وسهلين بابو ناتوف. اهلا وسهلا. اشتهيت لك الدبوسه، حلي فيها دراسك. يسلم ودياتك يا ابو ناتوف، يسلم ودياتك. ابو سطيف اللي تعبان وبدي يريحني شوي واشرب كاس الشاي. اي مو على راسي. عيدو عيدو، شرف عم شرف. برني كاس راسي. جيب لي كاس الشاي. اكرك عجب لعمك ابو ناتوف على حسابي. من عيوني احلى عمي ابو ناتوف. والله الله يكتر خيرك يا ابو سطيف. الله يطول بعمرك يا عمي ابن عتوف. صلى وقت كنا صغار قديش كنا نحبك. واسال الله ايام كنا نلعب طميمه سوا. هلا انا كنت عم العب معك طميمه؟ ايه وغلبتك 10 مرات. لعبت معك طميمه وغلبتني 10 مرات؟ لك ايه يا ابو سطيف ما بتتذكر؟ لك اخرب البيت شيدك شو مصيف؟ بتطلع اكبر من جدي. لك كل يلي بعرفك يا كم سنة، كيف يعني لعبت طميمة ومعك يعني؟ ما فهمت. هدول دوايين أساسيين بالصيدلية، ما لازم تنسى أسمائهم أبداً. خلص رح أتدرب عليهم وأعرف كيف بتصير الخلطة تبعهم. لك شو دخلك بالخلطة؟ هدول إلهم عيارات معينة. لك والله مو صعبين، لا تاكلي هم. إيه بعرف مو صعبين، بس ما لازم تخربط فيهم أبداً، لأنه أولاً العالم بتدعي عليك، ثانياً ممكن تتسبب بأذية كثير كبيرة إذا خربطت. طيب مثل ما بدك، خلص رح أتدرب عليهم مشان ما خربت أبداً. حالياً ما في داعي تتدرب، لأنه أنا أصلاً ما حأتركك بالصيدلية لحالك، وأنا يلي ببيع، أنت ممنوع ومستحيل لحتى تتعلم على الآخر. مثل ما بدك. بكفي هدول الدوايين اليوم، المهم تحفظهم منيح وما تخربط فيهم. ها؟ أعوذ بالله، شو خربت فيهم؟ برافو عليك، مبين عليك فتح ورح تتعلم بسرعة. يعني عجبتك؟ شو هاد؟ قصدي إنه عقلي عجبك؟ يعني ماشي حالك. حكيمة بدي احكي معك بشغلة، بس والله العظيم خجلان منك. خير احكي لا تخجل. انسة ليلى، انت بتعرفي انه انا نازح من حارة لحارة وما عندي بيت نام فيه. في مجال نام هون بالصيدلية. هون بدك تنام؟ ايه بس لبين ما الاقي بيت. السلام عليكم. اهي ابو عزام. اهي سريع. اهي سريع. يلا دي 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 ما خل حد. لا توصي حريص يا اخي، لا توصي حريص. افكح اعطيني وحده فشي. يا ميت السلامه.
اهلا وسهلا بهالشباب، شرفتونا والله. عندك عامر ان شاء الله. يا بكري اهلين يا شيخ. الله يبارك بهالجمعه الكريمه. امين يا رب. ايه يا ابني عابدين، اتفقت انت وبكري بخصوص كتب الكتاب على كل شيء؟ متفقين شيخي على كل شيء. على بركة الله. معناتها مثل العادة قبل ما نكتب الكتاب بحضور الشهود خلونا نسمع رأي البنت. هذا الصحيح. ايش عليه؟ صحيح. هذا الكلام المضبوط خيو. صحيح. يلا عنعزكم شباب. بدك معك. معك. لك شو بنا عريس؟ شد حيلك شوي. شو بنا؟ أب صياح اترك العريس بحاله مو وقتك هلا. يشهد الله عابدين مزينة الشباب. والنعم. إيه والنعم. والله والنعم. أهلا وسهلا. شيخي بعد اذنك تفضل، اختي صارت ورا الباب. يا الله. يلا الله يقدم لك خير. امين. اذنك معك حجي، اذنك معك. ان شاء الله الف مبروك سلفان. الله يبارك. تفرح باولادك ان شاء الله. شرف شيخي شرف. يا رب. شو اسم المحروسه اختك يا بكري؟ رتيبه شيخي رتيبه. سامعتيني يا بنتي يا رتيبه؟ عم بسمعك شيخي، عم بسمعك. يا بنتي انت موافقه تتجوزي عابدين على سنه الله ورسوله؟ موافقه. على بركه الله. شرف شيخي شرف. يا رب. السلام عليكم عمي ام تاسير. مين باتي؟ والله ما عم صدق عيوني. لك يا اهلين وسهلين. اهلين فيك. اهلين وسهلين ومرحبتين. على راسي والله. ميت اهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. يا ميت اهلا وسهلا. من ايمتى انت هون بحارتنا؟ والله لي كم يوم سالت قالوا لي انك قاعد بحمام الحاج بير. قلت لحالي لاجي اسلم عليك. يا ميت اهلين وسهلين. لا الشغله صار بدها كاسه شاي. إيه يا سعدو مري معني. احلى كاسه شاي للمعلم راتي بقوام. مو على عيني، تكرم انت والمعلم راتي. على راسي. تكي بس. ايه خبرني شلون وضع حارتكم؟ شلون نفدتوا من القصف هذا؟ والله يا عمي أبو قاسم حارتنا أكلت ضرب كتير ونزح منا ناس كتير، وأنا لأجل الصدفة كان عندي شغل برات الحارة، ولما رجعت قالوا لي إنه أهلي عطوك عمرهم. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمه ويجعل مسواهم الجنة. وينك لهلأ يا واطي؟ آخرتك تيجي تندفس ببيتك. هذا إذا لحقت، غير بالقبر مالك نايم الليلة يا واطي. مختار؟ خير. لازم أحكي تليفون ضروري على الداخلية مشان ما تنبلح من الفرنساوي. في حكي مهم لازم وصله. طلعتك من هون خطرة كتير. ضروري يا مختار ضروري، لازم احكي تليفون مع الداخلية. القصة رح تطول كتير مشان ما يعرف الفرنساوي محلي. طيب طيب فهمت، بس شلون بدك تطلع من هون؟ بكرة الصبح بتلتم بجي لعندك على الديوان. روحتك على الديوان خطرة كتير. تركني شاور ابو عزام وبردلك خبر. ماشي مختار ماشي. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك. مين هذا بحبه؟ هذا محجوب. لك مدري مين مقوصه؟ قوام نادي لأبو عزام وأنا رح ضل هون. أكيد اللي قوصه هرب. خليني قلت له شو رح بقى. يلا يلا. تحمل محجوب تحمل. على مهلك على مهلك. رحيم أخي. الله يدعم عليك ويرحم والدينا ووالديك يا رب. ما في احلى من النظافه. ان شاء الله ريتو نعيمه يا سعد. الله يعافيك يا سعد.
تخيل عينك سعدو، خلص وعملنا كاسين شاي. مو على عيني وراسي. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله عبال حمام العرس. الله يسلمك يا رب، نفرح فيك يا رب. الله يديم عزك، خلي لنا اياكم. سلمون. شو اخي؟ مو على اساس شكري نشوفه هون بالحمام، وينه؟ دخيلك ان اجا ولا ستين عمره ما اجا. اصلا انا بدي احمل حالي وروح على البيت، حط راسي ونام. ما صدقت امتى خلص النهار اليوم مع ابوك. ايه والله معك حقلك اخي، اليوم تعبانين وعايفين حالنا، بلا ما نروح على القهوه. يعني ما لنا نصيب اليوم نسمع الراديو بالقهوه. ايه وبلاها روحت القهوه. بدي روح نام، جسمي مكسر تكسير. مبين عليك اخي، مبين عليك. خيراتي شو في؟ الشبيلي اسمه محجوب، بتقوص على باب بيته. شو عم تحكي؟ مثل ما عم بقول لك زعيم. سبقني سبقني لاحق. يلا الله لا يوفق اللي عمل هالعمله هي. معقول يكون شكري؟ بس شكري ما معه سلاح. حدا منكم خبر الكراكون؟ ايه 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 خبروهم خبروهم. مين خبر الكراكون؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. اسا هيك. يلا يا جماعة هاي وعزام وراي. ضغطت له على الجرح مشان يوقف النزيف. خليك عم تحكي معه. اوعى تجيب عن الوعي. محجوب؟ مين خبر الكراكون؟ ما بعرف ما بعرف. سمسم قول لي بأم نشاري جاهز دورية بالحال. أريد نطلع الحاسة. حاضر سيدي. وأنت يا وليدي الله وياك. السلام عليكم. شد حيلك يا ابو ضاي، بس لبين ما يوصل الزعيم. بعده هيك لشوف؟ ان شاء الله خير يا زعيم، خير ان شاء الله. محجوب؟ محجوب؟ لك شبك؟ لك سمعني صوتك يا ابي، شبك؟ فيك شيء غير ايدك؟ لك انت ناقصك، لسه ناقصك، فوق اللي فيك ناقصك هذا شيء. الله لا يوفقه اللي عمل هالعمله هاد بنات. خير شو في يا جماعه؟ يا رب محجوب؟ خير شو في؟ لك شو بكون قاعدين عم تتفرجوا عليك؟ خلينا نتأسفوا على المشفى. يلا وعد وخر هيك وخر هيك. الله ونعم الوكيل. يا محجوب لحد عليك عايش؟ ايه عايش الحمد لله. ايه من وين؟ كلب ابن الكلب اللي طخ عليه. والله ما بعرف، حدا بيعرفه؟ هي الربع لزوم ناخده على المستشفى. حضرت لي اسباشي، نحن ما فينا ناخده على المستشفى. شنو اذا تعرفوا عليه راح يرجعوه على السجن، لذلك خلي الموضوع علينا نحن نتصرف. لاجل هيك اريد الشباب يضلوا يمه لما يخلص الموضوع، مشان ما يوجعنا راسنا ويصير بالرز بصل. خلص يا بي اتركوه على مسؤوليتي انا. زعيم خلينا ناخده بقى. خلص مثل ما قال يوزباشي، يلا شيلوا. يلا حطوا ايدك ساعدني. يلا يا ربي على مهلك على مهلك على مهلك. اوعى ايده. رحيم بسم الله. شوي 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 بعد الله يرضى عليك. شوي شوي يا بي روح. تفضل. احترامي سيدي. سيدي في اطلاق رصاص بحي الصالحيه. رصاص؟ نعم سيدي اطلاق رصاص. بلشت هاي الحارة تقلقني، خاصة انه عم تتستر على ناس مطلوبين. سيدي اطلاق النار ما صار على جنودنا، كان على احد الاشخاص الموجودين بالحارة. مو مهم مين قتل بالسلاح، المهم انه في سلاح بايد الناس. هذا صحيح. من بكرة بتشوف لي مين معه سلاح بالحارة وبتعتقله. امرك سيدي. احترامي. شي حلو. وصلت للسلاح. بس ربي بالعالي سماحة ما. لك شو هالحكي يا؟ شو هالحكي يا؟ هلا محجوب؟ أول تقوص؟ والله يا أبو مصطفى هالشاب عاقل ومرتب، حرام اللي صار فيه. إيه والله بس الحمد لله عدت على خير ولساته عايش. الحمد لله. إيه والله الحمد لله نفد منها. بس يا ترى مين في له مصلحة؟ أنا والله اللي بيحاسسني أنا ما في غيرك يا شكري. الله أعلم، لأنه بوقت ما فات على القهوة انتشر خبر بالحارة، بس نحن ما سمعنا صوت الرصاص من صوت الراديو ضجة القهوة. نحن ما دخلنا هيدو،
أدخلنا. روح شوف شغلك يلا. إيه بأمرك بأمرك. هيك تمام، خليه عايش وإن شاء الله بتكون إيده انقطعت، مع إني حابه يموت. يلا الجايات أكتر من الرايحات. لك شو صار بالشايع عيدو؟ جيتك عم بشكري جيتك. كيف صارت القصة يا أبو عزة؟ والله ما بعرف، راتب إجا لعندي على البيت وهو اللي خبرني. شو القصة يا راتب؟ كنت راجع على البيت سمعت صوت ضرب رصاص، رجعت على الحارة لشوف شو القصة، لقيت محجوب ملقح بالأرض وأبو حدة فوق راسه متلبك. معناتها اللي قوص على محجوب قاصد هالشي وهرب. هيك الظاهر يا مختار. ما في غيره بيعملها. مين هو اللي ما في غيره عم يا أبو عزة؟ لك شكري صاحبك شكري. أنت إمتى آخر مرة كنت مع شكري؟ والله أنا اليوم ما شفته. وقت الحادثة كنت أنا وأخي فكري بالحمام. إيه شو علي؟ بصير خير. خير يا عمي أبو عزة، بس أنا مشان بري زنتي. كل شي بعرفه عن شكري إنه هو زلمة ما معه سلاح. عمي اللي ما معه بيشتري، هو الوحيد اللي بينشق فيه، شنو كمان هو الوحيد اللي له تار مع محجوب، كلنا بنعرف هذا الشيء. مظبوط اللي على أبو عزام، اللي معه بيشتري. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأيي ما نحكي بالموضوع لبعد ما نشوف شو بده يصير مع محجوب، بعدين لكل حادث حديث. رصاصة طالت إيده هالمرة، والحمد لله إجت سطحية، بس ثاني مرة ممكن تيجي بمحل ثاني وما بيفوت منها لا سمح الله. الله لا يوفقك يا شكري إذا بتكون أنت اللي عاملها. هلا أنا ما كثير بعرفه أنا محجوب، بس يعني هذا الزلمة أخركم قبل إذا ما وقف مخي قبل الحارة يعني طلع. قصدك تقول شكري هو اللي قوصه؟ يعني شو رأيك يا أبو عادل؟ يعني شو رأيك؟ مين في غيره له تعار عند محجوب يعني؟ لك الله لا يوفقك يا أبو نحلة، الله لا يوفقك، لك أنت بدك تعمل مصيبة كبيرة بالحارة. وليش بقى؟ شكري ما دخله، مو هو اللي قوصه لمحجوب. ليش؟ مين في غيره له عدوين؟ عدوينه كتار. الاقي ست زبقي. شو هاد يا؟ ما رح نخلص من المشاكل بهالحارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك أخي أبو عادل. إيه أبو نحلة، أنت ماسك شي على شكري حتى هيك عم بفكر فيه؟ ماسك على شكري، ماسك على شكري شيء، بس أنا هيك عم يخطر لي. هذا عم يخطر لك، بيعمل فتنة كتير كبيرة بالحارة. ما دير بالك على حالك، الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. معه عيد. معه حق أبو النار. أنت شو بدك فيه؟ أفخار يكسر بعضه ابن حليل. انت شو دخلك بالشغلة؟ شو دخلك؟ روح روح معي. صحيح انا شو دخلني بهالشغلة؟ بخاطرك تضرب على الريح. لك صحيح انا شو حاشر انفي بالشغلة؟ شو دخلني بالشغلة؟ دحج علي زين يا ابو نكاشة. تفضل سيف. انت عيني اللي اشوف بيها واذني اللي اسمع بيها، ما اريدك تغبي عني شي بنوم. أريد أسألك الحز، شكري تلقوس على محجوب؟ سوا وياه خرابيط بعد الكون اللي صارت بيناتهم بالسوق؟ سيدي يعني أنا 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 بعيني ما شفت، لا ما شفت يعني، بس الناس عم تحكي إنه شكري بده ياخذ طاره لو بعد 100 سنة، هيك عم يحكوا. شو هالحكي يا ابن الكاشة؟ معقولة شكري بعد 100 سنة بده ياخذ بتاره من محجوب؟ احكي منيح ولا؟ والله يا سيدي هذا اللي بعرفه. زين حيل، هذا معناه ما بغير هالحصيني شكري صاحب العملة الشينة. معقولة معاه سلاح؟ إيش كان معه سلاح؟ علي الحلال ما راح يغيب عن عيني ولا دقيقة واحدة يا أبو مشعار. لا يا أبو منشار لا، ما نريد نظلم حد بري. ولي أبو نكاشة، بي زلمتن غريب يدور عنا بالحارة وانت ما خبرتني عنه.
سيدي يعني اجر غريبه ما في لا 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 سيدي ما في غير هذول جماعه حاره الضبع سيدي حاره الضبع بس ما شفنا لهم درب مايل ابنه سيدي ما في لا زين حيل معناها ما بي غير هالواطي شكري يعني انت ادرى سيدي ايه انت ادرى الحز روح الدار وانا سمعت اي معلومه تجيني بساعه تخبرني عنها حاضر سيدي حاضر اركض حاضر امشي حاضر مشعل شو رايك روح اشحطه لهالواطي واخلع لك يا فلا على دين الكيف وخلي لك يا ساعتها يعترف بالشيء اللي عامله والشيء اللي ما له عامله هي هو النوبة تقول الصحيح يا أبو منشار روح اشحطه أريده هين قدامي على حالك أبو مشعل أساكر ذيب على الكلب يا ترى شو صار بالحارة؟ شو صوت هالرصاصة اللي طلعت؟ أبصر والله شي بخوف الله يجيب العوائب سليمة ويحمي هالشباب بكرة بينتشر الخبر ومنعرف شو فيه إن شاء الله يكون صوت هالرصاصة على الفاضي وما يكون حدا تأذى آمين يا رب اللي بيفكر وبيحكم عقله ما بتجرأ يضرب رصاصة على بني آدم من لحم ودم ولك بيكفينا الشباب اللي راحوا جاي لطيف مين عم يدق هيك شو في يا همو مين على الباب ما بعرف خير ابو شار شو في شو رايك يعني مشان شو جايين لعندك بهالوقت بدنا نفتش البيت خد طريق وراح ناخذ معنا شكري موجودا ليش بدكم تفتشوا البيت؟ بعدين شكري شو عامل؟ كأنك عايش برات الحارة أبو رمزين خد طريق بدنا نفتش البيت أحسن ما أفوت بالقوة ها؟ لحظة بس لحظة واحدة بس خير يا أبي جماعة الكراكون برا وبدون يفتشوا البيت وبدهم اياك يلا اكيد شاكين فيك بالقواص على محجوب من وين بدي اقوص على محجوب؟ ليش انا من اللي السلاح لاقوص عليه؟ يا خوفي تكون ورا هالعمله فوتوا انت وياها على الغرفه لك من له سلاح ليش ليشكوا فيه؟ هلا مو وقت الحكي الله يستر يا الله ايمتى نخلص من هالمشاكل تفضل يلا يا الله تفضلوا ساكر فتشوا الأوض كلها ما عدا غرفة الحريم بلاها غرفة الحريم فتشوا الدار كلها لا شكري انت مقوش على محجوب شو هالحكي هذا ابو منشار هيك بتتهموا العالم عمال على بطال بعدين عدم مؤاخذة أنا كنت بالقهوة ومنني السلاح لحتى أقوص على محجوب هلا بالكراكون منعرف إش كان أنت مقوص على محجوب ولا لا وإش كان معك سلاح ولا ما معك سلاح ولا شو الكراكون ليكنا عم نحكي هون أمورنا رواق وأنا ما عم بحكي مع غير الصدق الله شهيد على كلامي شو هالحكي واثق من نفسك والله ما بقى غير عللك رتبة عسكرية على كتافك ما لنا شي سيدي شو هالحكي؟ بهالساعة ما لقيتوا شي؟ القوط كلها دورتوا فيها؟ عساكر خدوه لعمر طولوا بالكم أبو نشار بلاها روحة الكراكون أبو رمزي اسكت أحسن ما أشحتك معه خدوه خلصنا أبو نشار روح اسحبوا لشوف Thank you.
عزام ابن عمي؟ مالي نعسام، فوتي نامي. ايوه، وليش بدك تضل سهران؟ بدي اطمن على محجوب. ايش هو محجوب؟ قرايبك شي؟ ابن حارتي وخايف عليه، بعدين بدي اعرف ليش قتل اخوه لشكري. هو علينا، ذكرتني بالمثل اللي بيقول. شو بيقول المثل دخليه؟ ولا شيء ابن عمي، ما بيقول شيء المثل. الله يصبرنا عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. شو يا بنتي طمنيني، ان شاء الله مشي الحال. مشي الحال، طالعنا له الرصاص وخف الوجع عنه شوي، لازم يضل عنا للصبح مشان يرتاح. لا دكتورة، ناخده عالبيت شنو ما بدنا حدا يشوفه عندكم. هو المفروض يضل عنا للصبح مشان صحته، بس إذا كان بدكم تطالعوه مشان أسباب تانية تصرفوا. خلص برتاح ببيته ويعطيك ألف عافية. الله يرضى عليك يا بنتي، مثل ما بيقول عمك أبو عزام بيصير. إيه بأمركم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعدونا شباب، يلا ساعدونا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يلا. مين اللي اوصل محشوب؟ مين اللي اوصل محشوب؟ رح تضل تاكل قتل لتعترف. خلص يا بشار، خلص خلص، رح بحكي. احكي لي شو سمعانك. انا وصلت محجوب. من وين جبت السلاح؟ احكي ولا السلاح عندي اياه من زمان. ومن امتى؟ وين موجود؟ اشتريته من زمان من واحد برا الحارة، ودافنه بحوض الزريعة عندي بالبيت. ايوه، على كل رح اتأكد انا بنفسي. فكوه خليه يرتاح. الله ستر يا جماعة، الحمد لله اللي انتهت هيك على خير. تعرف مختار، لولا حلم الله كان هلا محجوب بالقبر، وشكري كانت معلقة بشنقته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة، ما حلوة نترك محجوب لحاله وما في حدا عنده يدير باله عليه. يا عمي بسام، إيش كان ما عندك مانع؟ شو رأيك تبقى معه الليلة؟ تساعده ويمكن يلزمه شي بهالليل. معلوم عمي أبو عزام، أنا أصلاً هيك كنت مقرر أرجع لعنده، مشان هيك تركت مفتاح بيته معي. إيه عمي، تكسب أجره ثواب. الأصول أصول عمي أبو عزام، بس خبر الوالد إن الليلة رح بات عند محجوب معيتك. أصلي يا بسام، رح خبرهم ويجزيك كل خير يا رب. الله يسلمك، السلام عليكم. بدك مني شي زعيم؟ يا عمي راتب، أنت اللي عملته اليوم بيسوى عندي مال الدنيا كلها. لا يا عمي أبو عزام، أنا شو ما عملت بضل مقصر، أنتم فضلين. فضل الله عمي. ما قلت لي أنت وين عم تنام هالأيام؟ لا تاكل همي عمي أبو عزام، عم نام بالإزازي. بدك ما تأخذنا عمي، حقك علينا، نحن قصرنا معك. إن شاء الله أنا رح أشوف الدلال وقل له يلاقي لك بيت بأسرع ما يمكن. ما بتقصر مختار، كل عمرك تفضل. صباح ورا خير. وأنت من أهله، مع السلامة يا ابني. تفضل أخي أبو عزام. فتش حوض سريعة هذاك، انكتو نكت. خليه يشوفها برمسي بعينه. لك شو دخل حوض زريعة يا عم بشار؟ لا تستعجل يا برمسي، لا تستعجل، هلأ رح تشوف بعينك، ساعتها رح أخذك معه. شنو أنت ما تعرف تربي وعم تتستر عليه؟ أنا ما بتستر على حدا، أنا رجال وإلي هيبتي. مو لتحفظ هيبتك بالأول أبو رمزي؟ شفت بعينك يا ابو رمزي؟ شفت؟ نعم، من وين اجى هاد؟ ابو شار، استر علي وعلى ابني ببوس ايدك. ايش كان بتبوس صباطي؟ ما راح استر عليك، والله لخليه تختخ بالحبوس والله.
شو بدك مني؟ أنا حاضر. شو؟ عم ترشيني كمان؟ أبو رمزي، هي التهمة لحالها بتوصلك على القلعة. أمشي معي لشوف. خلاص، بنتفاهم، كل شيء له حل. لك لوين بدك توصل أبو رمزي؟ لوين؟ ما في خواص بلوب. رح تروح معي يعني رح تروح معي. لحظة وراجع لك، وبدي إياك على انفراد. انتظروني برا أنت وياه. اسمع لإلا، إذا ابني راح يروح فيها وأنا راح أتبادل معه، عندك حلين، يا أما بتاخد هالذهبات يا أما بتاخدني محلهم. شو قلت؟ كم ذهب يا دور؟ 10 ذهبات، يا بتاخدهم يا بتاخدني بدالهم. ماشي يا أبو رمزي، راح أتستر عليه، بس الفرد ما راح رجع لك يا، راح خليه معي. وابنك راح نستضيفه عنا 3 أيام، شنو ما بدنا حدا يعرف انه نحن تواطأنا معكم. ماشي، المهم طالع لي ابني من الكركون. مو على عيني يا ابو رمزي، هات الدهبات. 10 دهبات. المسكين شوي تاني كان مات بين ايدي. شكلك شفقانة عليه والله. ايه والله شفقانة عليه، شنو انا عم املي الرصاصة وهو عم يبكي مثل الاولاد الصغار. يو، وعم يبكي من وجعه لما من شي تاني بقى؟ لا ما عم يبكي من وجعه. مجرم وقتال قتله، من شو بده يبكي؟ عم يبكي على اخته الهربانة. بالله شو؟ صحيح امي، نسيت اسألك، هلا اخته ليه هربت وقتها من بيت اهلها؟ شو بيعرفني ليش هربت؟ انت كنت كثير صغيرة وقتها. ان شاء الله بلاقيها يا رب. اعوذ بالله، ان شاء الله ما بلاقيها. يا مو هذا اذا لقاها رح يقتلها فورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اذا هيك ان شاء الله ما بلاقيها. حسبي الله ونعم الوكيل بهيك عالم. الله يصلحك يا شكري على هالعمله السودة اللي عملتها. لولا ستر الله كان شحطني معه وصفيته بلا رجال بالبيت. فضايل كله والله أحد. الله يسامحه، طايش طايش، ما له عرفان الدنيا وين أخذته. أول مرة نزع عرس أخته، تاني مرة رح يروح حاله ويروحك معه. لك بس بدي أفهم من وين جاب السلاح وإمتى هالشي صار؟ عم يشتغل من قفا ظهري وما عم يحسب لقدام. لك هذا امتى بده يقع؟ امتى بده يقع؟ من لما كان صغير طايش وعقله يابس وما بيسمع الكلمه، واللي فيه طبع ما بيغيره. الله يجيب العوائب سليمه ويرجع على البيت بخير وسلامه. والله والله ايش كان رجع وما راح يسمع كلمتي؟ بهالبيت ما عاد له قعده، وراح اقلعه من الدكانه وراح اتبرى منه ليوم الدين. سود لي وشي، سود لي وشي مع ابو عزام والعضلات، وهلا ثواني قد النمله قدام جماعه الكركون. طول بالك يا رجال ليطلع بنحكي. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله الف صحه وعوافي. تأمروني بشي تاني؟ شو صار بالشاي؟ يلا دغري. يستوي يا ماما. صحة ماما. تفضل حبيبي. تفضل يا بك. هاتي عنك. تفضل في خيرك. استلموا الايدين يا صفية. الله يسلمك.